إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش، اهلا ومرحبا شيخي الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. تعطي الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. الحياه مشاركه، نحب دائما ان نبدا بتذكير انفسنا بهذا المعنى الذي نحب دائما ان يستمر في قناه الندى شيخي الكريم، فالحياه مشاركه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونذكر إخواننا بارك الله فيهم أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أول من حمل هم هذا الدين وهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى في أحلك الظروف، كان الواحد منهم عادة إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يديه يعتبر نفسه فور إسلامه مباشرة كأنه المسؤول الأول والأخير عن حمل هم هذه الدعوة إلى الله إلى الناس، كأنه هو المسؤول الأول والأخير. فهذا أبو ذر رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، يعني كان في قصة إسلامه الكثير من التفاصيل، لكن نأخذ منها هذا النتف الأخير، إنه لما أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في دار الأرقم مع الطائفة الأولى من أصحابه الذين أسلموا أولا، قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأصرخن بها بين جنباتهم. وخرج إلى الحرم فطاف بالبيت وجاء إلى أندية القوم يصرخ فيهم بشهادة الحق: لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بعض من علق على هذا الموقف من كتاب السير: ما فعل أبو ذر هذا إلا استشعارا لمسؤوليته عن هذا الدين، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا أو يكاد أن يكون محاصرا في دار الأرقم مع أصحابه لا يملكون يعني حماية ولا يملكون وسيلة يبلغون بها رسالة الله تبارك وتعالى لشدة تضييق قريش عليهم وتأليبهم قبائل العرب عليهم، لكنه ليس من قريش وله حماية في قومه في غفار، وتجارة هؤلاء القوم في قريش تمر على بلادهم في غفار، فاستند إلى هذه المعطيات وخرج يصرخ بدعوة الله تبارك وتعالى بين أظهرهم. الشاهد من الموقف أنه حمل هم هذا الدين وهم الدعوة إلى الله عز وجل أن تصل إلى الناس في أحلك الظروف، واعتبر نفسه كأنه المسؤول الأول والمتحدث الأول باسم الإسلام في هذا التوقيت العصيب. نحن في بحبوحة من أمرنا، كل ما نطلبه من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات عبر هذا الوطن العريض، الوطن الإسلامي كله، لا أقول الوطن العربي طبعا، إنما مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، أن يستشعروا هذه المسؤولية وأن يستشعروا هذه الأمانة، ويمكن لأحدهم أن يكون مساهما قويا في حمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لو أعان ودعم هذا الثغر المبارك أن يبقى إن شاء الله عز وجل مفتوحا مبثوثا إلى الناس يحمل دعوة الله ورسالته إليهم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعين إخواننا بارك الله فيهم على أن يكونوا في هذا الصف، صف دعم الثغر الدعوي إلى الله تبارك وتعالى، حتى يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي بك الله رجلا واحدا في أي مكان في العالم وانت قاعد في بيتك خير لك من حمر النعم. طب وانت قاعد في بيتك مش في الحديث،
معايا طبعا. ده لسان تفسير الحال. تفسير طبعا. انه نعم. سيكون مساهما في هذه الدعوه في مشارق الارض وفي مغاربها عن طريق قناه الندى الفضائيه. بالضبط كده. فلو ان الله هدى رجلا واحدا عبر هذا العالم الاسلامي العريض نعم وفي غيره سيكون الاجر له لهذا الاخ بارك الله فيه الذي دعم القناه ولو بقرش او ولو بدعوه بظهر الغيب. يا رب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا نتصل على الارقام التي دائما تظهر على الشاشه. الحياه مشاركه وان شاء الله تعالى نرى منكم الخير الكثير وجزاكم الله عنا كل خير. الاخت ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. الحمد لله. تفضلي. لو سمحت في شيخ على قناه معينه بيقول ان ايداع الاموال في البنوك مش حرام لكن القرض هو اللي حرام. فعايز اعرف بس صحه الكلام. طيب. القرض هو اللي حرام هو بيقول كده. وبعدين في سؤال ثاني لو سمحت الرسوم اللي هي لاشخاص او حاجات ذات ارواح. نعم. لما تكون كوسائل تعليميه للاطفال وفي ورق يمتهن يعني بعد كده ما هوش هيتعلق بصوره دائمه ولا حاجه حلال ولا حرام؟ حاضر. وبعدين بصعق الناموس الكهربائي استعماله حرام ولا حلال؟ سؤال جيد. شكرين قوي 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 شكرين. حاضر. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متصله اخرى ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا اتفضلي. اهلا بحضرتك بارك الله فيكم جميعا. وفيكم بارك الله رب العالمين جزاكم الله خيرا يا اختنا اتفضلي. لو سمحت بس انا عايزه اسال عن الايه اللي بتقول والشمس والقمر يسجدان. عايزه اعرف هي الشمس لما بتغرب فعلا بتروح تسجد تحت عرش الرحمن؟ عشان انا سمعت كذا شيخ بيقول الموضوع ده. وفي يعني عايز اعرف هي فعلا بتروح تسجد تحت عرش الرحمن ولا في بلاد ثانيه احنا بيبقى عندنا نهار وما عندهم ليل؟ يعني عايز اعرف هي الشمس. طيب طيب حاضر. طيب في سؤال ثاني معلش. عايز اعرف سوره ياسين هل هي فعلا قراءتها تعادل قراءه القران بعشر مرات؟ حاضر. ومعلش في كمان حاجتين. في سؤال اخر؟ عايز ايوه في سؤال. ارفعي الصوت من فضلك اتفضلي. لو سمحت عايز اعرف هل يجوز الجهر بالصلاه في صلاه السنن والراتب؟ يعني مثلا اصلي بصوت عالي وانا بصلي السنه. وفي حاجه كمان معلش. هل الافرازات التي تنزل من المراه تفسد الصلاه الافرازات العاديه تفسد الوضوء؟ لو هي مثلا متوضيه ونزل عليها افرازات عاديه هل ده يفسد الوضوء؟ حاضر. تمام لا. شكرا جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختنا. نعم شيخ كريم. الاخت ام محمد تقول ان احد المشايخ على احدى القنوات قال ان ايداع الاموال في البنوك ما فيهوش حاجه حلال لكن القرض هو الذي يحرم، فما حكم هذا شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد كان معنا السؤال بالامس وقلنا يتكرر الاسئله تتكرر معنا كثيرا وقلنا ان هذه المساله لم يقع فيها خلاف بين اهل العلم المتقدمين، انما وقع فيها خلاف بين المعاصرين، فمنهم من ذهب بالفعل الى القول ان كل معاملات البنوك مباحه سواء الاقراض ولا الايداع، ومنهم من قال بهذا القول انه هناك فارق بين الايداع لان المودع ده مستثمر مع البنك انما المقترض هو الذي يقترض بفائده وبالتالي قرض جر نفعا فهو ربا. ونحن نقول هذه المعاملات فيها ما يشوبها من الحرام سواء الإقراض واضح جدا مش محتاجة، إنما أيضا مسألة الإيداع لأنه ترتيب الفائدة الثابتة مقدما حسبة من رأس المال هو هذا موطن الخلاف وموطن الحرمة في هذه المعاملة. ترتيب الفائدة الثابتة 6% ولا 6.5% من رأس المال مقدما البنك اللي لسه اشتغل ولسه ضارب ولسه استثمر ده لسه بحط فلوسي دلوقتي، وبالتالي هذا هو الموطن الذي من أجله حرم جماعات من أهل العلم
هذه المعاملة أيضا اللي هي معاملة الإيداع. وأنا أقول الجماعات دي جمع علماء يعني. جماعات من أهل العلم. بس كلمة جماعات دي ممكن تذهب بها. لا 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 أقصد بها الجماعات، إنما جمع من أهل العلم. جمع من أهل العلم. نعم جمع من أهل العلم. الله يكرمك. الله يحفظك سيدي. أنا عارف لكن إن في ناس تتصيد يعني. لكني أقول يعني هنتصور جدلا إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. طيب يا أخي ما هو محل الخلاف ده ليس حلالا بينا. يعني لو تصورنا جدلا انه حتى مسألة الايداع كمان دي اللي بعضهم بيحلها زي الاخت ما ذكرت عن الشيخ، هنتصور ان هي اخرى موضع خلاف بين علماء بيحلوا وعلماء بيحرموا. طيب ما هو اذا هذا الامر ليس حلالا بينا. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ان الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، زي الموطن بتاعنا ده. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني البعد أول، يعني حافظ. ومن واخد بالك بقى ده اللي جاي أسوأ وأشد. نعم. قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. نسأل الله السلامة. الموضوع البنوك موضوع طويل، واحنا الحمد لله مخصصين في قناة الندى برنامج الدكان في المعاملات الورقية والبنكية، فتابعوا هذا البرنامج يوم الأربعاء مساء مع أخونا الأستاذ محمد حمزة وضيفه الشيخ محمد عبد الفتاح، وضم مجددا الشيخ الدكتور عادل العزازي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. موضوع مهم في المعاملات والبنوك، هو يعني البرنامج بيبقى مسجل يعني مش هياخد اتصالات، لكن متابعة هذا البرنامج جيد لمن أراد أن يتعرف البورصة، المعاملات البنكية، المعاملات الورقية، التأمينات، المعاشات، هيبقى متخصص كثيرا، فأسأل الله عز وجل القبول. الأربعاء التاسعة مساء. نعم الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. والله أنا ارفع صوتك يا أستاذ أحمد تفضل. عامل حادثة بقالي 3 شهور ونص. حادث ربنا يعافيك من 13 بقالي 3 شهور ونص دلوقتي يا زين. ربنا يحفظك ويشفيك. سامعك، هات السؤال يا احمد. في متابعه معايا بتوطيني كل وقت بوقت يعني للسرعه عشان ما بقدرش اقوم من مكاني. حاضر، شفاك الله عافاك. ماشي. فدلوقتي هي دلوقتي يعني كان عليها ايام من شهر رمضان، فبتصوم يعني الايام دلوقتي حاليا. دي زوجة حضرتك؟ فمش عارف يعني يجوز لها الصيام بالنسبة لها، بتوطيني بتوطي كل حاجة فيها يعني حتى بستنجة. حاضر. ربنا يشفيك ويعافيك يا أستاذ أحمد، شفاك الله عافاك. هو يقول يعني هل ينفع الصيام وهي تقوم بأموره والوضوء وكل شيء. ربنا يحفظها ويبارك في عمرها ويشفيك ويعافيك يا أستاذ أحمد. حاضر. أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. كيف حالك أستاذ أحمد؟ أهلا بك. في نعم والله الحمد لله. عندي 3 أسئلة إن شاء الله. الله يبارك لك يا رب. تفضلي ويبارك لك. أب لديها 4 أبناء وكتب لهم عمارة، وبعد كده ربنا بعد ما كتب لهم العمارة دي ربنا رزقهم ولدين تانيين، طفلين تانيين يعني، فمات وما كتبش للطفلين دول حاجة. ايوه نعم. وبعدين الولاد دول كبروا طبعا وعايزين العماره دي تدخل، اللي هم ما اتكتبتش لهم حاجه عايزين العماره تدخل في الميراث كله يعني. هذا من حقهم ولا لا؟ طيب سؤال تاني بعد اذنك. هاتي سؤال. شخص اقسم يعني الا يذهب الى مكان ما. شخص اقسم الا يدخل مكان ما. الا يدخل مكانا ما. مكان ما. ونسي تماما القسم ودخل المكان دوت، هو ناسي ان هو اقسم تماما يعني، فماذا عليه؟ ناسيا خالص، ناسي خالص القسم اللي هو اقسمه يعني. طيب حاضر. وبعد كده بعد بمده تذكر. طيب وبالنسبه للخاطب بارك الله فيكم، هل من حقه ان يرى شعر مخطوبته ان تظهر قدامه في شعرها يعني في اول في الخطوبه في الرؤيه الشرعيه؟ حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه الهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي في محطه النجد. ممكن نوطي التلفزيون يا اختنا الله يرضى عنا عنك؟ طيب حاضر. طيب.
في قناة المجد. نعم. دلوقتي بمحطة المجد بيجيبوا جزء من القرآن الساعة 8، فكوني ان انا اقعد اسمع اسمع واشوف الجزء ده احسن ولا اقرا الجزء بنفسي. انا طبعا لما بسمع القرآن مستوعبة وعارفة ايه اللي بتقال، لكن لما بقرا ساعات ما بعرفش ان انا استوعب كويس، فاني احسن اني لي ثواب اكتر. حاضر. السميع ولا القراءة؟ القراءة. طيب حاضر، شكرا، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، الصور ذوات الارواح رسوم تعليمية للاطفال لن تعلق وستمزق او سترمى بعد ذلك، فما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما اذا كانت هذه الرسومات حتى ولو كانت لذوات الارواح لكنها وسائل تعليمية، هذه مصلحة. ثانيا للاطفال وهم غير مكلفين، ففي هذه الحالة سيكون الامر مباحا، لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لعب البنات لعائشة رضي الله عنها ولمن كان في حداثة سنها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. واللعب وإن كان مصلحته الترويح عن الولاد، لكن التعليم أهم من مصلحة التعليم أهم من مصلحة اللعب، فإن رخص في اللعب فمن باب أولى يرخص في مصلحة التعليم، فإن شاء الله مباحة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الصاعق الكهربائي بيبقى في المساجد وفي البيوت وكده طبعا قاتل الناموس. ما حكم شيخ كان زمان قاتل الناموس، الوقت بقى مضروب، بعد بيجيب الناموس دلوقتي في والله. الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أقول إن كان قاتلا للناموس أو للبعوض فبها ونعمة، لا بأس، لأن هذه حشرات أصلا حشرات ضارة وناقلة للأمراض، وبعضها ينقل أمراضا خطيرة والعياذ بالله. بس دي مسألة ما يحرق بالنار، والحرق بالنار منهي عنه شرعا، هي ليست من الحرق بالنار، لأن الصعق ليس حرقا في الحقيقة، إنما لو كانت حنقتل الناموس والبعوض أو النمل أو غيره بالحرق بالنار هذا ممنوع، لأنه لا يعذب بعذاب الله أحد، لا يعذب بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى. فهذه حشرات ضارة يجوز أن نتخلص منها سواء بالصعق أو بالروائح الرشاشة أو بغيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الشمس والقمر يسجدان. أختنا تسأل وتقول الشمس حين غروبها تسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أم كما هو معلوم نحن في مكان مثلا عندنا ليل وعند آخرين في بقعة من بقاع الأرض عندهم نهار؟ نعم. فتسأل عن هذا شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله أختنا السائلة خيرا، لكنها ليست إشكالا، هذه المسألة ليست إشكالا، لأنها أولا من أمور الغيب المحض الذي لا يعرف خبره إلا بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثم إن أمور الغيب ده أمر تاني مهم، لا يعني إيه، لا تتصور عقلا، لأنها فوق مجال العقل تماما. مين اللي يقعد يتصور جنة عرضها السماوات والأرض؟ مين اللي يتصور النار وما فيها من أهوال وما ورد من أخبار فيه؟ مين الذي يتصور هذا؟ مين اللي يتصور أن الخلية الإنسانية فيها ملايين مملينة من النسيج البشري، فيه ملايين مملينة من الخلايا؟ مين اللي يتصور هذه الملايين؟ ويقول لك وعدوها إزاي وعرفوها، وأي ميكروسكوب ده اللي بيكبر واللي بيعد ولا غيره؟ عادة أمور الغيب لا تقبل إلا بالخبر الصحيح، يا إما في القرآن يا إما في صحيح السنة. نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين، أمور الغيب يا إخوة أخوات لا تتصور بالعقل أبدا، إنما مجال العقل فيها التسليم للخبر الصحيح الوارد عن الله عز وجل أو عن رسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، ورد الحديث في الصحيحين أن الشمس إذا غربت تذهب تسجد تحت العرش. لو أن جيت بقى انتقلت بعد الخبر ده إلى مرحلة التصور، إزاي الشمس بتسجد تحت العرش يا بتغرب عند قوم وتشرق عند آخرين؟ أهي دي بقى اللي احنا بنقول عليها إنه منطقة التصور للأمر الغيبي المحض
توقع الانسان في المتاهه وتوقع الانسان. ولو فكرنا بنفس الطريقه الله ينزل في الثلث الاخير ما يسعى كده بقى كل امور الخير يليق بمقامه سبحانه وتعالى. طب والتاني يقول لك يعني تلت ليل مين؟ ليلنا احنا ولا ليل ليبيا ولا ليل المملكه العربيه السعوديه؟ هذه لا تعرض على العقل. الامور الغيبه يا اخوه فيها ضابطين، الضابط الاولاني الا يقبل فيها الا خبر صحيح عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الاخبار ما يكون قطعيا ومنها ما يكون ظنيا في دلالته. الأمر الضابط الثاني أن أمور الغيب لا تتصور بالعقل أبدا. صحيح هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقين وتصديق بالضبط كده. تمام. سورة، هل صحيح سورة ياسين تعدل لمن قرأها 10 مرات القرآن الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وردت فيها أخبار كثيرة كلها ضعيفة ولله الحمد والمنة، ولم يصح منها، مش لم يصح، لم يكن أقرب إلى الثبوت منها، العلماء اختلفوا أنه حسن لغيره ولا حسن لذاته، إلا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم أو ما شابه ذلك. إنما كل ما ورد أنه ياسين تعدل 10 مرات من القرآن، والثاني قال لك 40 مرة من القرآن. دي عديت ياسين دي ولا إيه؟ عديت ياسين. طبعا عديت ياسين لم تثبت. كل ذا كلام لم يثبت فيه حديث صحيح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا قرأت لابن الجوزي عبارة استغربتها شخصيا، لأنه قال لم يثبت فيها حديث صحيح ولا ضعيف. ليه؟ قال لي إنه كل ما ثبت فيها لا أصل له أصلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الجهر في القراءة في السنن والرواتب شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا لابد أن نعلم أن صلوات النهار فرائد ونوافل سرية، هذا هو الأصل، وأن صلوات الليل فرائد ونوافل جهرية، مغرب وسننها، عشاء وسننها، قيام الليل، الفجر، كل دي صلوات جهرية فيجوز فيها الجهر. وأما صلوات النهار اللي الظهر والعصر وتوابعه من السنن القبلية والبعدية كلها الأصل فيها السر. إنما إذا وجد الإنسان قلبه مع أن يجهر حتى في صلوات النهار، بمعنى الجهر اللي هو الوسط ما بين الجهر والإخفاء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فوجد قلبه أن يدندن بالقراءة في صلاة الظهر وتوابعها وصلاة العصر وتوابعها، فحيثما وجد قلبه في هذه الحالة تكون هذه حالة خاصة استجلابا لخشوع العبد، لأن الخشوع روح الصلاة. إنما الأصل سنقول هذا الاستجلاب للخشوع مشروع وجائز مع الوضع في الاعتبار أن الأصل أن صلوات النهار سرية. نعم. وصلوات الليل جهرية. أيضا تتمة للفائدة، الجهر في صلوات الليل والإصرار في صلوات النهار ليس فريضة في الصلاة ولا ركنا فيها ولا واجبا من واجباتها، ده مجرد سنة من سنن الصلاة أن احنا نسر في النهار ونجهر بالليل. بمعنى انه افترض جدلا ان رجلا صلى بالليل سرا، صلاته صحيحه؟ نعم صحيحه، لا شيء عليك. والثاني صلى بالنهار زي الاخت ما بتسال وجهر، اللي هو الوسط ما بين جهر والاخفاء، صلاته صحيحه؟ نعم صلاته صحيحه، خلاف الاولى. لكنه خلاف الاولى. الا اذا كان استجلابا للخشوع فيكون مشروعا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي اتصلت عشان الرؤية اللي مليت على حضرتك، يعني اتصلت أبلغها. قلتها أمس، قلتها أمس. والله؟ نعم. طيب بتاعت الحذائين؟ بتاعت الحذائين. والحذاء الأسود اللي هو مماثل لحذاء صاحبة الرؤية اللي شافتها لك؟ أيوه حذاء، أيوه بالظبط. شيخنا، شيخنا أجابك أمس. أنا مش متزوجة، أنا نسيت أقول التفصيلة دي. طب شيخنا يجيبك تاني، حاضر. طيب ممكن طيب احكيها بسرعه؟ طب انا فاكرها. ماشي خلاص. انا قلت ماشي، شكرا. الله المستعان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسامه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا مرحبا، اتفضل. والله انا يعني اني احبك في الله. احبك الله، دي احببتنا فيه، جزاك الله خير. شيخنا الشيخ شعبان درويش، ربنا يا رب يبارك في عمرك وفي عمر شيخنا، اتفضل. الدنيا والاخره، ربنا يبارك فيه. انا بس تعال اسال شيخنا سؤالين. اول سؤال، ان هل يجوز ان انا اصلي الفجر الجمعه بايات السجده تخفيفا على المصلين؟ فجر الجمعه بايات سوره السجده.
ليست سورة كاملة ولكن آيات، بعض الآيات بعض الآيات التي تخص تلاوة السجدة. هذا ما يفعله البعض، يعني يأخذون بعض آيات من سورة السجدة وبعض آيات من سورة الإنسان في فجر الجمعة، نسأل عن حكم هذا وذاك. حاضر. فهل ده جوز أم لا؟ وبالنسبة للحديث اللي هو بتاع صلاة الظهر، من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم له جسده على النار، والحديث صلاة العصر رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، ما حكم ذلك وما حكم ذلك؟ حاضر. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال تاني. أستاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مرحبا. ازيك يا عم الشيخ؟ نعم والله الحمد لله. اتفضل. لو سمعت يا عم الشيخ، انا كنت عايز اسالك، انا عندي اخ ما بيصليش واحنا تعبانين معاه كليتنا عشان يصلي، ف يا ريت سيادتك كده تدعوا لي يا عم الشيخ ولا نصيحه كده نقول له ايه، تعبنا كليتنا معاه عن الصلاه والحاجات دي بس هو ما بيصليش. نتمنى انه يكون سمعنا دلوقتي. هو شايفنا ولا لا؟ ايوه والله انا قاعد جنبي اهو. قاعد جنبك؟ طيب خليه قاعد لحد ما يجي وقت السؤال عشان يسمع الاجابه. عمره قد ايه يا اخي مصطفى؟ عنده 23 سنة. 23 سنة. طيب حاضر. الله يديله الصحة والعافية ويبارك له. حاضر شيخنا هينصحه، بس يا ريت كده هو يفتح قلبه للنصيحة. حاضر. يا رب. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخت ام الاء. ايوه مع حضرتك. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اهلا حضرتك. لو سمحت كنت عايزه تفاضل الشيخ بس سؤال بعد اذن حضرتك. نعم تفضل. لو سمحت، يوم الجمعه اللي فات لا قبليه كنت انا كانت بنتي صغيره عندها سنتين وثلاث شهور كده، فزهقتني جامد وكده، فقمت قلت لها روحي في مصيبه من وشي. وبعدين قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها روحي في مصيبه. روحي في مصيبه. في مصيبه. ربنا يصلح الحال. والله العظيم في نفس الثانيه فضلت الشيخ، فجيت يا استاذ احمد والله خدت في حضني وقعدت ربنا يحفظك يا بنت ورعاك، وندمت جدا يعني في نفس الثانيه بالظبط. حضرتك سامعني؟ ربنا يحفظها. امين يا رب. امين يا رب يحفظكم جميعا. امين. فجيت يا استاذ احمد والله جيت بعد ساعه بالظبط كده تاهت في البلد، تاهت سبت البلد ومشيت. حضرتك سامعني؟ تاهت في البلد، لقيتوها ولا لا؟ لا لقيتها الحمد لله والله يا استاذ احمد والله. فجيت بقى وكنت هنشل والله يا استاذ احمد وحياه ربنا، فصراحة ربنا انا مش عارفه ده تفسيره ايه. انا في نفس الوقت ندمت جدا وزعلت والله خالص، يعني رغم ان انا بجي الاطفال كلها والناس كلها والله سبحان الله والله العظيم، فمش عارفه ده تفسيره ايه. طيب شيخنا هيجيبك. حاضر متفقين. انا والله شويه تاني وشيخنا هيجيبك ان شاء الله. عايشه في وسواس يا استاذ احمد والله. معايا فريحه في جايه. يا رب يسعدك ويسعدها في امان الله. وعليك السلام كات. نعم شيخي كريم الله يحفظك ويرضى عنا وعنك وعن المسلمين جميعا. الافرازات العاديه التي تنزل عند بعض النساء. اختنا تسال وتقول، هل تفسد الوضوء والصلاه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اي صلاه. ما دامت هذه الافرازات بعيده عن فتره الحيض، فهذه افرازات ورطوبات فرج المراه اعزكم الله ليست من نواقض الوضوء، لا تفسد وضوءا ولا تفسد صلاة، إنما على المرأة أن تتحفظ فقط في هذا الشأن والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد شفى الله عفاه حادث منذ 3 أشهر، ويبدو مش عارف أمه أو زوجته. نعم. التي تباشر وضوءه وكل احتياجاته كاملة، فما حكم صيامها؟ تصوم أياما عليها شيخ رمضان. نعم. شيخ الحبيب، فهل هذا يفسد صيامها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. آمين. يا رب شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، ونوصيه بأن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقدر الله وقدره، بقضاء الله وقدره. فإن الله عز وجل ربما يقدر شيئا من هذا، لكن مع كثير من اللطف إرادة أن يمحو الله السيئات ويرفع الدرجات إن شاء الله تبارك وتعالى. أما مسألة أن الزوجة التي تباشر حاجياته من وضوء واغتسال وغيره وهي صائمة، فطبعا صيامها لا يضره ما تفعله مع زوجها إن شاء الله عز وجل. صيامك صحيح وأنت الآن في حالة ضرورة من الضرورات.
ألا وهو القيام بشأن هذا المريض. نسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجرها وأن يتقبل منا ومنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأب كتب العمارة لأربعة أبناء وبعدها رزق بولدين وتوفاه الله، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. والأبناء لأن الولدان يطلبان حقهما في هذه العمارة، فهل لابد من عودة العمارة على المشاع وإعادة تقسيمها من جديد، أم خلاص هذا أمر قد انتهى شيخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لأجل هذا، إن ده متوقع يحصل في بعض الأحيان، دائما ما نقول وننصح الآباء والأمهات لا تفعلوا هذا، لا تكتب أملاكك وميراثك للأولاد، لأنك لا تدري ما الله فاعل بك غدا. طيب هو كتب والزوجة توفيت وهو لا يستطيع أن يعيش بدون زوجة على الأقل يعني تشاركه أنثى الحياة وتخدم وتقوم على شؤونه وحاجياته. طيب الأب بعد ما كتب والزوجة توفيت تزوج بأخرى، طب ما هو الأخرى دي صار لها حق، ما هي زوجة إن مات عنها لها تمن الميراث. طيب أنجبت أصبح في ولدين تانيين، فين حق الولدين دول؟ نتيجة أنه تسرع وكتب. ولذلك نقول ما يفعله الأباء في مثل هذه الحالات خطأ محض، وهو تحايل على الشرع. ليه؟ لأنه هو في بعض الحالات زي الحالة دي بيمنع ورث آخرين من حقه. ثانيا هو احتيال أيضا على الشرع من وجه آخر، هو بدل ما يكتب وصية للولاد ويعرف أن الوصية للوارثين لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يروح كاتب لهم بيع وشر، عقد بيع وشر. هذا خطأ ما يفعله الآباء والأمهات، نسأل الله أن يغفر لنا ولهذا الوالد أمين. الميت عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأبناء بقى اللي كتب لهم، والله إن كنتم بارين بأبيكم واصلين لأقرب أرحامكم لعصابتكم اللي هو إخواتكم التانيين، إخوانكم لأب، إن كنتم بارين بالأب الذي كتب وتحمل مسؤوليتها أمام الله، وبرين بإخوانكم من أبيكم الولدين الصغيرين دول، فردوا القسمة إلى شرع الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة ستكون أصلحتم خطأ الأب وبالفعل كنتم بارين به، ونسأل الله أن تكون هذه توبة له تنفع عند الله عز وجل. هذا هو الحب الحقيقي. هو ده بقى الحب الصحيح. صحيح. إنما بس أنا قفشت في إيدي وخلاص، إحنا معنا عائد وبيع وشراء وبتاع، ده كلام ده ما إحنا ده ستحمل مسؤولية مشاعر مرة أخرى. على الأبناء الأربعة الذين كتب لهم العمارة بالكامل أن يردوا العمارة وبقية الميراث للميراث الشرعي، ويطرقوا ربنا تبارك وتعالى يقسم الميراث بين الأولاد، ولا يديم حق هذه الزوجة المسكينة إذا كانت ما زالت أم الولدين دول على قيد الحياة، فإن نصيبها في شرع الله تمن التركة ثم ما تبقى للأبناء. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان هناك إناث وذكور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني لأخت أم فاطمة، شخص أقسم ألا يدخل مكانا ونسي ودخل هذا المكان، فما حكمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولأجل هذا أستاذ أحمد إحنا نهينا أن نجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا في اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني خلي القسم ده في الأشياء اللي هي تستاهل. ليه؟ لأنه وارد أن الإنسان يحصل عنده النسيان ويحصل عنده الخطأ، وأحيانا يحصل عنده الغضب الذي يجعله يدخل عمدا في المكان الذي أقسم ألا يدخل فيه. لكنه أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل النسيان عارضا من عوارض الأهلية، وأنه لا يؤاخذ الناس ولا المخطئ. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما دام دخل نسيانا فلا شك عليه، بارك الله فيه، لا عليه كفارة ولا عليه وزر ولا ذنب ولا شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث والأخير لأخت أم فاطمة، هل للخاطب حين الرؤية الشرعية للمخطوبة أن يرى شعرها شيخي كريم، أم أن هذا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. للأمانة العلمية هذه المسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأكثرين من أهل العلم
ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وحتى أهل الظاهر أيضا، كلهم يقولون بأن الخاطب لا يرى من مخطوبته عمدا مع سبق مع يعني بيسموها ايه سبق الإصرار يعني ولا بتاع عمدا يعني عن طريق الأسرة والرؤية الشرعية للخطبة شرعا إلا الوجه والكفين. إنما هناك عند الحنفية بعضهم يقول يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة بثياب المهنة. الإمام أبو حنيفة يسميها ثياب المهنة. إيه ثياب المهنة؟ يعني بملابس البيت، وبالتالي يمكن أن يرى مثلا قدميها، يمكن أن يرى شعرها، لكن هذا القول عندي مرجوح، والقول الأرجح والصحيح والأشهر هو الذي عليه عامة أهل العلم من الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الخاطب لا يرى من المخطوبة إلا الوجه والكفين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلينا مع الرأي اللي احنا ليه بنقول عليه الجمع يعني يكون أفضل المعمول به. ليه بنقول يا أستاذ أحمد؟ نعم. للأمانة العلمية عشان المتصيدة يعني. صحيح. الذين يقولون ازاي انتوا تاخدوا من الاقوال اللي يناسبكم ومش عارف ايه وتم فيه في المسألة، يدندن ويقول انتم تحرمون الأمة من هذه السعة. طيب. يعني انتم اخترتم رأيا وحجبتم آراء عن الأمة، فبالتالي انتم يعني اصحاب هوى. احنا ما حجبناش حضرتك تفضلت وقلت الافضل ان نفعل هذا. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، لان دي موضوعات تناقش على صفحات الفيسبوك ليل نهار. اخو ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. لو سمحتك يا الاربع اسئله. طب بسرعه يا ام محمد عشان الوقت الله يرضى عنك، اتفضلي. ماشي. انا دلوقتي حلفت يمين على واحده يعني قلت لها والله ناخد الحاجه دي هي واعطيتها لابني من غير ما انا اعرف. لا حلفت يمين قلت ايه؟ قلت والله ما اخدها. والله ما اخدها. كنت عقدة النية ولا ده لغو؟ ودلوقتي هم حطوا اعطوها لابني من غير ما انا اعرف. طيب. فانا حط اليمين ده يعني على كفر ولا لا؟ والسؤال الثاني عن ابني دلوقتي، انا بصلي بيركي مثلا وانا بصلي بشيله او يعني مثلا يشد انتباه لي انا بصلي. يعني يلزمني في الصلاة كتير يعني أنا بصلي. طيب. ممكن لو في حاجة يعني مثلا الضوء أو كده بطل لحاله أنا بصلي أو أي حاجة كده. السؤال الثالث حكم هل المرأة لو خرجت إلى السوق ملعونة ومن علامات الساعة الصغرى أن المرأة تخرج إلى السوق والرجل يبقى في البيت؟ شكرا. عليكم السلام. حاضر. في امان الله وعليك الصلاه. طب اتصلي وليكن الاخير عشان الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا. الو. اتفضلي. من معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي هبه العرابي. ايوه نعم اتفضلي. لو سمحت شيخ انا ربنا رزقني ببنت من اسبوعين اول بنت. ما شاء الله. يعني. رزقني الله ببنت. الله يخليك. فسميتها مايا. سميتيها ايه؟ سميتها مايا. مايا. طيب. فزوجي بعد كده بعد ما سميناها قال لي ببحث عن النت لان الاسم معناه عند اليونان اله الربيع وعند الفارسيه معناه الشموخ والقوه وفي يعني معاني تاني في بعض البلاد نوع من انواع الالماس. فانا نيتي ان انا سميت اللي هو اسم حلو وسهل وكده، بس بعد كده زوجي يعني قال لي انت اللي انا ماليش دعوه انت هتتحاسبي قدام ربنا على الاسم ده. فالاسم انا يعني انا مش عارفه افرح ببنتي لان عايزه اعرف اذا كان هو حرام ولا حلال. طيب. وقال بالفعل انا هتحاسب قدام ربنا بسبب الاسم ولا لا؟ طيب. مع ان النية يعني انا مسميها لحسن الاسم مش اكتر. وبعد الناس ربنا يحفظها. الله يخليك. بعض الناس قالوا لي يعني انت مش مسميها بنية الاله، انت مسميها بنية حسن الاسم وفيه مسلمين يعني مسمينه كتير. فعايزة اعرف يعني لان مش عارفة افرح ببنت صراحة يعني. عايزة طيب. اعرف بنت اسمها حرام ولا حاضر يا ام مايا. حاضر حاضر. هتحاسب عليه ولا لا؟ حاضر ربنا يسعدك بيها. فامان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب الله يسعدك ويرضى عنه وعنك. الاخت الهام في هي في قناة المجد أو في أي قناة تأتي بقرآن كريم تستمع إلى الجزء وتشعر بالخشوع وتفهم أكثر
واستحضار قلب، هذا أفضل أم أنها تقرأ بنفسها؟ وفي حالة أنها تقرأ بنفسها استيعابها أقل وفهمها للآيات أقل، أيهما أفضل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الأصل أن نقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالأصل، وطبعا في أحاديث كثيرة بفضل قراءة القرآن، فالأصل أن نقرأ بأنفسنا، لكن السماع أيضا شيء مستحب، وإن كان أقل درجة في الفضل من القراءة، لأن القراءة فيها قراءة وسماع. أنا لما بقرأ بأسمع نفسي، بأسمع تلاوتي. فإذا لم يكن الإنسان منا يحسن القراءة، نقول البديل في هذه الحالة أن تسمع القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، زي ما ورد في قصة عبد الله بن مسعود، اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. لكن الحالة التي تسأل فيها الأخت بارك الله فيها حالة أخرى، ألا وهو أنها تقرأ بالفعل لكنها لا تجد قلبها ولا خشوعها ولا تدبرها للقرآن، بينما تجد الخشوع والتدبر إذا سمعت. نقول ليك أنت أيتها الأخت السائلة في هذه الحالة السماع الذي تجدين فيه الخشوع والتدبر والفهم للقرآن أفضل بالنسبة لك من القراءة التي لا تجدين فيها تدبرا ولا خشوعا. وهذا خروج على الأصل الذي ذكرناه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. الرؤية تاني أنا قلتها أمس، يبدو أن الأخت لم تشاهد حلقة الأمس مع حضرتك. الأخت رأت لها في المنام أنهما ذهب إلى سوق مكان في بيع وشراء، واشتريت لها حذائين أسودين، واحد في الحقيقة الذي رأته في منامها هذه الأخت مطابقا لصاحبة المنام، فما حكمها؟ تقول أنا غير متزوجة، فما الحكم شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الأسواق دنيا، انشغال بالدنيا، الأسواق فيها البيع وفيها الشراء، انشغال بالدنيا. وحين يقولون الأسواق والعياذ بالله يعني نوع من، يعني اللفظ الشديد شوية لكن هو هكذا ذكروه، نوع من الفجور، لأنه في الأسواق دي على الطلاق بثلاثة جنيه وهي ولا بثلاثة ولا بتاع، والتاني يقول لك على الطلاق ده الخضار ده مش ده أحسن من إيه وهو مش أحسن ولا حاجة، والبلح ده إيه. ففيها انشغال بالدنيا وفيها فجور في الأيمانات وفيها الكذب والتدليس والغش، كل ده موجود في الأسواق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لكن هي في النهاية اشترت لها حذاءين، بس في واحد مطابق لصاحبتها والتاني اللي شافت المنام ده، والتاني هيبقى للي رأت. يعني خلاص واحد بتاع صاحبتها والتاني هيبقى بتاعها. وهي تقول الآن الإضافة الجديدة في الرؤية أنها ليست متزوجة. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا إن شاء الله عز وجل زوجا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ أسامة، هل يجوز في صلاة الفجر يوم الجمعة اختيار بعض الآيات من سورة السجدة يعني حتى لا يطيل على الناس فيقرأ السورة كاملة ويقرأ مثلا، هو لم يسأل هذا ولكن هذا إضافة، بعض آيات من سورة الإنسان وهكذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم خلينا نقرر الأصل الأول وبعدين نشوف الاستثناء. الأصل أنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، يعني يا جماعة ده لا فرض ولا واجب، إنما هذا شيء سنة مستحبة، إن احنا نقرأ في صبح يوم الجمعة أو في فجر يوم الجمعة في الفريضة سورتا، السجدة كاملة في الركعة الأولى وصورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية. هذا لمن قدر عليها بنفسه إن كان يصلي منفردا، أو لمن يسعه المصلون من خلفه إذا كان إماما. لكن هنفترض جدلا أنا مولانا لا أطيق الصورتين طوال ولا أطيق أن أصلي بالسجدة بالكامل والإنسان بالكامل وأنا بصلي لوحدي، خلاص اقرأوا ما تيسر منه، زي النبي ما قال للرجل المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. طيب أنا مولانا أطيق وأنا إمام، لكن مشكلة في الناس اللي ورايا بيستطول الصلاة، فأنا عشان كده باخد بعض السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية رحمة بالناس ولئلا أفتنهم، ما
نقول لا بأس هذا الفعل، وإن كان مرجوحا لكنه مشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر حرم الله عز وجل جسده على النار، أو هل هذا حديث؟ نعم، هو وارد الحديثان الذي ذكرهما اللذين ذكرهما أخونا بارك الله فيه في شأن النافلة قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وفي شأن رحم الله من صلى قبل العصر 4، حديث علي بن أبي طالب فيما أذكر، والحديثان ثابتان. لكن بس أنا عايز تنبيه بسيط، لأنه أحيانا بيجي الإنسان على الفيس كتير من الناس إلا من رحم الله مشتبي عليه حكاية 4 قبل الظهر، وبيفكرها قبل الظهر يعني قبل أذان الظهر. لا، قبل الظهر يعني قبل فريضة الظهر، بعد الأذان وقبل الفريضة، ما بين الأذان والإقامة، هي السنة القبلية. ورحم الله من صلى قبل العصر 4، يعني بعد ما يؤذن العصر قبل ما نصلي الفريضة يمكن أن نتسنن ب4 ركعات قبل العصر. الشاهد الحديثان ثابتان والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخ مصطفى، أخي لا يصلي ويا رب يكون ما زال جالسا، ويعني النصيحة لا تجدي معه، ويريدون من فضيلتكم أن تنصحه، فماذا أنت قائل له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول للابن المسؤول عنه الذي يراد نصحه وتذكيره 23 سنة، يعني أنت ولله الحمد بلغت منذ 10 سنوات تقريبا، يعني الإنسان يضيع 10 سنوات من عمره دون أن يركع لله عز وجل ركعة أو يقيم له فريضة، مع أنه لا ينقصه العلم بأن الصلاة فريضة الله عز وجل الدائمة، وأنها ركن من أركان الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التاني مباشرة وإقام الصلاة، وأنا لا أقيم الصلاة، معنى ذلك يا أيها الابن الحبيب أنك هدمت ركنا من أركان الإسلام. فبقي الإسلام عند عامة المسلمين 5 أركان، وفاضل عندك أنت 4. الله أعلم هل هنصوم رمضان في الحالة دي؟ يبقى هدمنا ركن تاني لو ما صمناش. مش من أهل الزكاة، دي احنا معفيين. طب مش من أهل الحج، دي احنا معفيين. فكيف يهدم الإنسان منا ركنا من أركان الإسلام بيده وعمدا، مع أن هذه الصلاة يعني لا تكلفه شيئا، لا ينفق فيها نفقة، ولا يقف فيها في طابور، ولا يشعبط فيها في أتوبيس، إنما كل الحكاية إن هي بتاخد منه 7-8 دقائق، 2-3 في الوضوء، و4-5 دقائق في إقامة فريضة الظهر ولا العشاء ولا المغرب ولا غيره من الأوقات. والصلاة أيها الابن الحبيب صلة العبد برب تبارك وتعالى. الآن أخونا الحبيب اللي هو أخوهم اللي عنده 23 سنة أقل شيء معاه 2 عدة موبايل، في كل عدة يمكن خط و2، فأنت حريص على أن يكون صلتك بزملائك وأصدقائك ومعارفك سريعة، ولو عرفت أن الفور جي جاي هي اللي هي الشركة الرابعة ولا هتجري وتجيب، وعايز يبقى معاك اتصال سريع ونت سريع، شبكة اتصالات قوية وشبكة نت أقوى. طب يا أخي ده الصلة مع الله سبحانه وتعالى، قبل أن نتواصل مع الناس طب نتواصل مع الله عز وجل، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه وتواصل مع الناس. مع ان التواصل مع الله لا محتاج تشتري شريحة، لا محتاج بطاقة شخصية عشان تتعاقد، ولا محتاج طابور هتقف فيه، ولا فلوس هتنفقها، ولا شحن يومي ولا أسبوعي ولا شيء، إنما محتاج فقط أن تتوضأ وأن تقيم فرض الله عز وجل في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أخيرا أيها الابن الحبيب، اعلم أن الله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، على قدر إيمانك بالفعل. أنت مؤمن بالله ومؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومؤمن بالإسلام، أيوة، طيب على قدر إيمانك حتنتفع بالتذكرة والنصيحة، سواء تذكرة أهلك وأصدقائك وإخوانك ولا تذكرتنا لك الآن. ثم أخيرا أقول لك أيها الابن الحبيب، الآجال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، إنما هي أنفاس معدودة. ألم تسمع بصديق مات فجأة وهو في عز الشباب؟ ألم تسمع بجارة أو قريب أو قريبة ماتت فجأة وهي في عز الشباب؟ عشان كده بقول لك صلي قبل أن يصلى عليك، أو بالأحرى بقى صلي قبل أن لا يصلى عليك.
صلى الله عليه هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أتمنى أستاذ مصطفى أن يكون أخوك قد يا رب ربنا يفتح قلبه وشرح الله وصدره وقلبه لهذه النصيحة الغالية. صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الشيخ وميزان حسناتك. أم ألاء يوم الجمعة يعني دعت على ابنتها تقريبا هي طفلة سنتين قلت لها روحي في مصيبة، وبعدها في نفس الوقت دعت لها وطبطبت عليها وأخذتها في حضنها. بعد ساعة البنت تاهت في البلد والحمد لله وجدوها، لكن يبدو أن المسألة في نفسها وبقى فيها وسوسة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بصراحة الله يسامحك يا أم ألاء، بالفعل الله يسامحك. ليه؟ لأنه سيبك من حكاية لا يا مولانا ده لسان الأم بيدعي وقلبها بيقول لا، مين قال الكلام ده؟ لا انفصال بين اللسان وبين القلب، ده القلب هو ده سيد اللسان وسيد الجوارح وسيد مش عارف ايه. اذا اصلح الله القلب اصلح الله بصلاحه اللسان. ما ينفعش يا اخوة يا اخوات ان احنا ندعو على انفسنا. النبي قال عليه الصلاة والسلام اسمعي لا تدعوا على انفسكم. ما الواحد ما يقولش يا رب اتشل لو كنت كذاب في الكلام اللي بقوله. ليه تدعو على نفسك؟ لا تدعو على انفسكم ولا تدعو على ابنائكم ولا تدعو على خدمكم ولا شوف لا تدعو، لا تدعو ده للتحريم. طب ليه لا ندعو على انفسنا ولا على اموالنا ولا على اولادنا؟ شوف النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام، لئلا توافقوا ساعه من الله فيستجاب لكم. ما انت مش عارف، ممكن في اللحظه دي باب السماء مفتوح للدعوه دي فاستجيبت. وكمان يوم الجمعه، يوم الجمعه فيها ساعه اجابه. النبي قال ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل الا استجاب الله له. لكن حسنا فعلت انك ندمت بعدها بلحظه، والانسان اذا ندم على ما وقع منه من مخالفه ومعصيه وذنب فان الندم توبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اكسري من الاستغفار واقلعي عن هذه العاده السيئه، عاده ان تدعو على ابنائكم، واكسري من ذكر الله تبارك وتعالى والاعمال الصالحه. وان شاء الله من تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عيسى السلام. سريعا شيخ كريم، دقائق قليله. ام محمد حلفت على شيء الا تاخذه واعطوه لابنتها دون علمها، فهل عليها كفاره ام لا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا ناس يا قوم يا اخواننا اخواتنا، لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. مش هنقعد نحلف كده عمال وبطال، ما يصحش. ليه؟ لانه وارد يحصل اللي بيحصل ده، انسى ولا اغلط ولا هم يدخلوها غصب عني ولا من ورايا. لكن في النهايه اذا كان هذا حدث بالفعل دون علمك، ما هو ممكن نقول ايه انا حلفت فمش هنديهولك يا اختي، هندي للواد اسكت انت بس. ما يصحش، ما هو ده احتيال على اليمين اللي انت حلفتيه. لكن ان كان بالفعل دون علمك فلا شيء عليك ان شاء الله، لا عليك اسم ولا وزر ولا عليك كفاره يمين. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يبدو انها تحمل ابنها للطفل الصغير اثناء الصلاه، وهو كثير الحركه ممكن يبقى حاجه في فمه فتنزعها من فمه اثناء الصلاه، فهل في هذا شيء؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع ليس فيه شيء، لان هذا كان يحدث مع النبي عليه الصلاه والسلام. فكان الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان أميمة بنت زينب أيضا تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، ثم يعني يعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره وعلى كتفيه أثناء الصلاة، ويبقى النبي ساجدا لئلا يقلق الحسين ولئلا يقلق الحسن رضي الله عنهما حتى يشبع من ظهر جدهما صلى الله عليه وسلم. كل هذا يحدث في الصلاة. نعم يحدث في الصلاة، وربما حمله وربما وضعه، فكل هذا مشروع بالنسبة للأم، لأن وجد الأم على ابنها أو ابنتها الصغير والصغيرة شيء طبيعي لا تستطيع أن تقاومه المرأة. لكن على قدر ما نستطيع لا نفعل هذا إلا عند الضرورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل المرأة في فعلا لو دخلت إلى السوق تكون ملعونة؟ وهل من علامات يوم القيامة أن تنزل النساء إلى الأسواق ويجلس الرجال في البيوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما دخول النساء للأسواق وكونها ملعونة فلا أعلم ولا أذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
الا اذا كانت متبرجه، فيعني المراه اذا خرجت متبرجه فده اللعن المعروف عن النبي عليه السلام إلعنهن فانهن ملعونات. انما لمجرد خروجها الى السوق للتسوق في حاجياتها فهذا شيء لا باس به، وقد ورد الحديث في صحيح البخاري انه قد اذن لكن يعني للنساء ان تخرجن لحوائجكن، لكن شرط النبي الخروج طبعا بامر الزوج او باذن الولي يعني، ثم قال وليخرجن تفلات، تفلات يعني محجبات غير متطيبات بريح بروائح او بطيب. انما الجزء الثاني من الحديث اللي هو ايه؟ الرجال يجلسون في البيت والنساء يذهبن الى الاسواق، هل هذا من علامات الساعه؟ يعملن، مش يذهبن الى الاسواق لكن يعملن، يعني ايه؟ يكتسبن الارزاق، هي اللي تشتغل وهو اللي قاعد في البيت. اذكر في ورد في هذا خبر وان كان ضعيف، لكن ورد في هذا خبر انه من اشارات الساعه الصغرى طبعا انه الرجال عواطليه والنساء هم اللي شغلات يكتسبن الرزق، او ان المراه تزاحم الرجل في تجارته. تمام. ورد في هذا خبر وان كان حوله كلام والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه السلام. في اقل من دقيقه شيخي اسم مايا تسيبوه ولا يغيروه؟ الست مش عارفه تفرح ببنتها. الله يسامحك، ما انت تفرحي بالفعل، بارك الله فيك يا اختنا السائله، لما تستحسني تسميه ابنتك. والله العظيم يا اختي ولاد الزوات النهاردة بيسموا حفصة وبيسموا عائشة وبيسموا فاطمة وبيسموا حبيبة وبيسموا سارة وبيسموا إسراء وبيسموا مريم. والله أولاد الزوات يعني الأسماء دي خلاص أسماء الصحابيات والأسماء العربية انتشرت ولله الحمد، وده من بركات الصحوة. لكن مايا تغير الاسم يعني؟ غيري افضل، والنبي غير الاسماء صح. يعني صح. الى الاسماء اللي اكثر حسنا خير. لانه البنت هتطلع في النهايه يطلع لها بنت زميلتها في الجامعه بعد كده تقول لها انت عارفه ما يعني ما ديت يعني اله الربيع عند المجوس ولا عند الفرس ولا عند الرومان ولا اليونان، كيف سيكون شعور البنت في هذه الحاله؟ انا اختار لك ايتها الاخت السائله ان تستمعي لنصيحه الزوج وبالفعل غير الاسم لاي اسم من هذه الاسماء المعروفه حتى تحمد البنت به وتحمدين انت ايضا عند الله. فان من حق الابن والبنت على ابويها حسن اختيار اسمها، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايضا الاسماء دي بقت اسماء مطربات، اسماء فنانين. سيبك بقى انا ما كنتش راضي اخي في ديت عشان هو ايه يعني المطربين كفروا يعني تغير. هيقولوا لنا يعني هم المطربين كفروا ولا المغنين كفروا، مش عايزين نروح للجانب ده، لكن خلينا في الجانب حسن اختيار الاسم للولد والبنت حق خالص للولد والبنت على ابويهم، وبالتالي استمعي ايتها الاخت بارك الله فيك لنصيحة الزوج والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان الدرويش، تمتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا